يتزايد يوما بعد يوم أثر الحرب المستمرة في السودان لما يقارب العام وخمسة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتضررت بسببها مئات المستشفيات والمرافق الصحية والخدمية الأساسية. فبينما تحاول وزارة الصحة وبعض المتطوعين في مدينة أم درمان تشغيل مستشفى الدايات للولادة، قصفت قوات الدعم السريع المستشفى ردا على عدد من الضربات التي نفذها طيران الجيش على تجمعات لقوات الدعم السريع. القطاع الصحي منذ الساعات الأولى من الحرب لم يسلم من الاستهداف المباشر والممنهج والمتعمد. إنه الأيامات الأولى حصل يعني احتلال كامل لمجمع الخرطوم، مستشفى الأورام ومستشفى الخرطوم التعليمي ومستشفى الأنف وأذن وحنجرة والأسنان وجعفر بن عوف والجلدية ومعمل الدم المركزي هو إستاك ومعمل الصحة العامة، أيضا في منطقة بحري وأم درمان وجنوب الخرطوم. في تدمير منهج القطاع الصحي يعني تعريض المواطنين الآمنين لخطر الأمراض يعني وتفشي الأمراض. وتسببت الحرب في توقف أكثر من 70% من المستشفيات والمراكز الطبية في مناطق النزاع الرئيسة، فضلا عن تأثر نحو ما يزيد على 20% من المؤسسات الطبية البعيدة عن النزاع بشكل حاد، كما ارتفعت مستويات سوء التغذية ارتفاعا هائلا في الآونة الأخيرة، فهناك أعداد كبيرة من الأطفال بما يقترب من 100,000 طفل يعانون من نقص حاد في التغذية. لكن الحصل ده كلام ما كويس. كان وحده لو كان تعبان شديد والمسافة قريبة جنبه، لما المسافة تتعوض زي ده وحده تمشي وياه، ممكن وحده تكون جاية نزيف، وحده تكون مطايقة، ممكن وحده تتوفى في أي لحظة. ووفق الجيش السوداني وتقارير إعلامية، فإن قوات الدعم السريع حولت العديد من المراكز الصحية والمستشفيات إلى ثكنات عسكرية، واتخذتها ملاذا من ضربات طيران الجيش. في المقابل تنفي الدعم السريع هذه الاتهامات وتحمل الجيش مسؤولية قصف المستشفيات. مع استمرار الحرب أصبحت المستشفيات في المناطق الآمنة أمام ظروف إنسانية صعبة، في ظل اضطرارها إلى الموازنة بين قدرات استيعابها المحدودة لاستقبال المرضى والصعوبات المرتبطة باستقبال مرضى لا تستطيع توفير العلاج لهم. لقناة اليوم محمد العبادي، بورت سودان.